4 مليار و 128 مليون دولار. اتفاقية شراكة جديدة تم توقيعها بين الـ SGBL وماستر كارد لتطوير الدفع الإلكتروني والتوجه نحو المجتمع اللانقدي. بعالم حول فيه الابتكار الرقمي المشهد المصرفي ودفع المصارف الانتقال الى الدفع الالكتروني، وقع بنك SGBL اتفاقية شراكة مع ماستر كارد العالمية، بحفل حضره اعضاء ادارة المصرف والفرق التجارية وقسم التسويق وكبار ممثلي ماستر كارد واهل الصحافة والاعلام. هالتعاون لمدة 5 سنوات بمهد الطريق لتطوير واعتماد الدفع الالكتروني بلبنان وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد اللانقضي. مناسبة شراكة بين بنك سوسيتي جنرال وماستر كارد بنأكد كمان مرة للسوق اللبناني دعم بنك سوسيتي جنرال للاقتصاد والتزامنا بتمويل الشركات اللبنانية الصغرى والمتوسطة والكبرى. هذه الشراكة مفروض فيها تجيب على السوق اللبناني منتجات جديدة لتتوزع من قبل بنك سوسيتي جنرال لعملائه بإطار تكنولوجي وابتكار جديد. سوسيتي جنرال بالبلاتفورم اللي عندها إياها بالعالم كله رح تكون جانب كل زباينها وين ما كانوا بالعالم. شراكة استراتيجية اليوم تم توقيعها بين ماستر كارد وشركة سوسيتي جنرال تشمل لبنان والأردن، إطلاق بطاقات جديدة، حلول أمان جديدة، حلول ولاء للعملاء البنك. المنطقة ماستر كارد ملتزمة بالمنطقة وعمالها تتوسع فيها. قطاع المصرف اللبناني ثابت جدا، ما شفناش أي مؤشرات تحذيرية وشايفين السوق مؤمل وواعد جدا بالرغم من اللي نسمعه. وتميز الحدث بفوز عدد من الحاضرين ببطاقات هدية من SGBL، كما زين الأمسية عرض موسيقي مبهر للفنان ميشيل فاضل وفرقته. إلى جولة الأسواق بنبدأها من